المنتخب الإيراني بفارق هدفين عن المنتخب الياباني. كنا نتمنى أن يتقدم المنتخب الياباني الإيراني بأكثر من ذلك حتى تتاح الفرصة للمنتخبات العربية بالذات في هذه المجموعة أن يفتح لها باب الأمل في التأهل كالكويت والأردن. كابتن خالد أبدأ معك أولا، كيف شفت قبل أبدأ معك خالد أبدأ معك أركان قبل أبدأ معكم الاثنين، جمهورنا العزيز تذاكر وزعت الآن، يا ليت المصور يجيب هنا ناصر، يا ناصر يا ليت تجيب لي التذكرة اللي وزعت اليوم على الجماهير. طبعا مشرف على توزيع الأستاذ الرحمن الحلافي والأستاذ تركي الخلية وعد مجموعة من الزملاء. جمهورنا العزيز الساعة 6:30 تذاكر منتخب مباراة منتخب المملكة العربية السعودية والمنتخب القطري، هالرقم واضح لك إن شاء الله تعالى، راح تحصل على جهاز بلاك بيري زي ما انت شايف، حتى ضمن ضمانه جيد يعني مو باي كلام يعني، فارقام مميزه فيها وكل شيء يعني، ان شاء الله تعالى تحضرون ساندو منتخبنا ونخرج ان شاء الله بالفوز وبجهاز بلاك بيري ان شاء الله ل 40 او 50 من المشجعين الموجودين معنا في الملعب. ارجع لك مره ثانيه كابتن خالد واسال عليك لانه عندنا استوديو ثاني للمنتخب السعودي والقطري، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المباراه كانت فيها تميز عالي للمنتخب الايراني، قدر يتحكم في رتم المباراه، عطل مفاتيح القوه في المنتخب الياباني، ولكن خان التوفيق في آخر ثلاث أربع دقائق تعب الفريق، ما عاد في السيطرة حتى بالتصويب. حارس المنتخب الإيراني كان له دور كبير في المباراة، وأيضا حارس المنتخب الياباني تصدى العديد من الكور. نقول مبروك الفريق الإيراني وهارد لك للفريق الياباني. انتهت الآمال في المجموعة هذه تماما؟ تقريبا انتهت الآمال بالنسبة للمنتخب الإيراني، كان للإيراني عليه إيه إنه يفوز كويتي. الفوز هذا ما يعني شيء للكويت ابد؟ اعتقد انه ما يعني شيء، لانه الان المباريات مع بعض، المنتخب الياباني مع المنتخب الكويتي، الياباني متفوق على المنتخب الكويتي. بكره الكويت مع الاردن يمكن تحقق فارق اهداف، كلها امل ان شاء الله. كم عنده كابتن اركان المنتخب الكويتي كم عنده مباراه فوز؟ عنده مبارتين فوز. مبارتين فوز الياباني؟ لا، الياباني عنده مبارتين فوز، مبارتين فوز وهزيمة، صح ولا لا؟ بكرة الياباني مع الكوري مباراة صعبة، والكويتي مع الأردن. نظام البطولة أخذوا المواجهات، يعني المنتخب الإيراني هو متغلب على المنتخب الياباني، واحتمال المنتخب الياباني هو المنتخب الإيراني هو اللي تأهل. عفوا المنتخب الكويتي عنده فوز واحد بس. عنده ليه؟ هو لعب فاز على اليابان، فاز على إيران، فاز على إيران، فاز على الأردن. لا الأردن بكرة لسه ما لعب معه. ما عليه، تعتبر الأردن بكرة عنده فوزين. الان هزم ضد اليابان وهزم ضد كوريا. اي منتخب الكويت هزم ضد اليابان وهزم ضد كوريا. ضد مين؟ ضد كوريا. اي ضد اليابان عنده فوز، عنده فوز واحد بس. طيب بكره هزم اليابان قدام عنده كوريا، عنده فوز واحد والمباراه مع لو هزم بكره قدام كوريا صار عنده فوزين، بس يرجعوا له المباريات بين الفريقين. المنتخب الياباني فايز على المنتخب سبحان الله. انا ما ادري ليش حاسس الكويت بيطلع ان شاء الله، نتمنى يا رب يا كريم ان شاء الله بكره ان الكويت تطلع، لانه المنتخب الاردني تقريبا اماله منتهيه تماما يعني، لكن ان شاء الله بكره يصير شيء قوي ان شاء الله في ذا ويتاهل المنتخب الاردني المنتخب الكويتي ان شاء الله تعالى حاله انهزم المنتخب الياباني. يرجع لنظام الاتحاد الاسيوي، هل يرجع لفارق الاهداف ولا للمواجهات؟ للمواجهات. طيب طيب كابتن خالد، المنتخب الياباني ليش هزم اليوم؟ لان المنتخب الايراني كان قادر على تعطيل أسلحة المنتخب. أكيد في أخطاء كانت داخل أرضية الملعب من المنتخب اللي كانت الياباني. أولاً لا، أنا أضيف له تميز في المنتخب الإيراني اليوم في أنه أولاً قدر على أنه يبطئ رتم اللعب، وهذا معاكس للأسلوب الياباني. الشغلة الثانية اللي هو الرجوع السريع، المنتخب الياباني يعتمد على المساحات وعلى المساحات اللي في خط الخلف في حالة الدفاع. المنتخب الايراني اليوم لعب 6-0 6-0 بتكسير اللعب، مقابله اللاعب، توقيف اللعب، ما يخلون اللعب دائما مستمر على اساس تفتح الفراغات. برضو انا يعني لا ننسى انه الحارس الايراني اليوم كان متميز جدا، شال اكثر من كوره يعني وفي اوقات حرجه بالنسبه للمنتخب الايراني. طبعا هذه رساله ثانيه يقدمها لنا المنتخب الايراني، المنتخب الياباني ومنتخب كوريا قادره المنتخبات العربيه ان شاء الله تتجاوز الدور الاربع. طيب كابتن خالد، استغل وجودكم هنا الان معنا، منتخب السعودي ومنتخب القطري بعد قليل، مرئياتك كيف بيدخل المنتخب السعودي هذه المباراه الشوط الاول؟ طبعا في استوديو تحليلي خاص بالمباراه مع زميلي محمد الشيخ، لكن احنا برضو نستغل وجودكم هنا كاحد النقاد المحليين معنا. والله ان شاء الله الامل اليوم كبير في منتخبنا الوطني، يكونون قدر المسؤوليه ويتحملون. انا اؤمن ايمان كامل بقدرات لاعبتنا،
انهم قادرين على انهم يجلبوا الفوز، وما شاء الله بتوافد الجمهور. يعني نقول ان شاء الله الوضع طيب، ان شاء الله الوضع قدامنا ساعه المباراه افضل من المباريات السابقه. هالشيء ان شاء الله راح يعطي دافع للمنتخب السعودي. انا اقول الامكانيات الموجوده عند اللاعبين ممكن تحسم المباراه، بس ندخل بحماس باصرار على الفوز. احنا افضل، ممكن نسوي نتيجه ايجابيه، نقلل من اخطائنا باذن الله تعالى، راح يكون الفوز من نصيب. كابتن ركب القطر اليوم كيف بيلعب؟ طبعا دفاع راح يلعب ما بين 6-0 و5-1، هذا بالدفاع. بالنسبه للهجوم طبعا هو زي ما تفضل اخوي اركان، راح يكون تركيزه على لاعب الدائره وعلى الجناح رمضان، وعنده الضاربين مميزين جدا. نقطه القوه في المنتخب القطري وين؟ الباكات عندهم قدره على التصويب، حسن عواض كرت على البنش مره متميز، باسل كل هالامور ان شاء الله، بس ان شاء الله تكون كروت محروقه في مباراه اليوم. القوه في المنتخب السعودي شكلك كابتن اركان، شكلك كابتن خالد، يعطيكم العافيه ما قصرتوا معنا اليوم. ان شاء الله دعوه اخيره اعزائي المشاهدين، تذاكر المباراه بدات توزع الان، لا زال هناك العدد الكبير من التذاكر لجميع من يحضر المدرجات، سوف يحصل على تذكره باذن الله تعالى يصل الى جهاز البلاك بيري. وقبل هذا وذاك، ليس المهم هو جهاز البلاك بيري، انما المهم هو فوز منتخبنا بنتيجه هذه المباراه ونقاطها، والتاهل للدور الثاني من هذه المجموعه، ويكون على راسه باذن الله تعالى. لن نكون في القمه الا اذا كنتم انتم حاضرين في هذه المدرجات. شاكر لكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، بعد هذا الفاصل ننتقل واياكم الى الزميل محمد الشيخ والاستوديو التحليلي المصاحب لمباراه المنتخب القطري ومنتخب الوطني السعودي. كونوا بخير.